الشخصيات اللي بتقابلها يعني في الحياة عموما، يعني ممكن تقابل يعني عامل، دكتور، طبيب، هل ممكن تاخد منه مشاهد كوميدية؟ قصدك اخد يعني ايوه يدي لك لازمة، يدي ايوه لك انا معاك في ده. يعني انا في كاركترات في حياتي خدتها وحطيتها على الشاشة بعد كده، خدتها زي ما هي بشنبها بجلابيتها وطلعت بيها على الشاشة خلاص. ممكن بقى التأدية، الإحساس، البتاع، هو ما يعملوش، أنا علي، أنا مسؤول عن إني أقدم الفن بتاعي بس، أنا الشغل لكن هو يلهمك طبعا. باللازمة وال أنا لما يجي الحوار يوصل لكده هقول لحضرتك، قعدت ببدلة على الرصيف، تمن البدلة أيام زمان مثلا كده بهدلتها على الرصيف جنب واحد عشان اشوف ده ايه، ما قدرتش. بدله ايه بقى اللي هو اللون اللي الفرش ده مثلا، اللي لو حد عدى من بعيد تبقى سودة، قعدت بيها على الرصيف ولا همني، ليه؟ انا عشان عايز تشوف ده ايه اللي هو ايه. ايه الليله اللي اقولها لك بقى. حته شخصيه الراجل ده يموت. هو طبعا دلوقتي ده انتهى في مصر حكايه ان يبقى في محل بلوزه اللي هي اللي بتاع دي اللي بيشربوها اللي بتضرب الدماغ، اسمها ايه؟ البلوزة. اسمها بلوزه ولا اسمها ايه؟ مش كده اسمها بلوزه؟ بوظة بوظة بوظه. بوظة. هي بالظبط قد العمه كده كبيره خلاص؟ قاعد على الرصيف ومقعد حماره على جنب حيطه كده ومقلعه هدومه، ده السرج بتاعه وكده اسمه هدومه، مقلعهم له ورميهم في الارض، والحمار واقف جنب الحيطه وعمال اشوف الحمار دماغه رايحه جايه كده، رايحه جايه كده، انا مش عارف ليه. فقلت له السلام عليكم يابا. السلام ورحمه الله يا اخويا، اتفضل. انا واقف اتكسفت، قعدت قعد اشوفه بقى، قلت له مساء الخير يا حبيبي كله بتاع، انا سعيد وحضرتك ونام. قلت له يا عم الحاج، يا عم الحاج، يا عم الحاج. ايوه حبيبي تحت امرك يا باشا. قلت له لا ما فيش حاجه وبتاع، كان واحد دخل من جوه جاب له البوظه خلاص. قلت طب ثانيه واحده يا باشا، شنب كبير ده، انا عملت الشنب ده في مسلسل وفيلم، يعني الشنب الشنب بالظبط هو ده. مسك البتاعه دي وراح طلع نار الناحيه الثانيه، وراح ضارب ايده في شنبه رمى عيل، وضرب ايده الناحيه دي رمى عيل، يعني حاجات متشعلقه على شنبه بتاع. وقال لي مساء الفل. قلت له لا انت مش بتعزم الحمار؟ لا يا باشا. بيعمل كده الحمار راح جاله. عمرك شفت شفايف الحمار لونها ايه؟ لا ما رصاصي. ركزتش. لا رصاصي. رصاصي ورصاصي غامق بدرجاته، عمل شارب شارب البوظه. كميه كبيره. وقال لي مساء الفل. قول لي بقى تعمل ايه؟ ها انت قاعد عايز تتكلم معاه وعايز تحبه وعايز تشوف ايه ليلته السودا دي، هتعمل ايه؟ تقول له لا لازم اشرب. فخدت البوظه وعملت له الاحساس بالشرب بقى، اعمل ايه؟ ما هو الصنعه برضه تخدمك. رحت انا يعني بشرب بحماس، قلت الصوت لكن ما شربتش. اشرب ايه؟ اشرب اموت على الحمار. حمار شرب منها. انا عجبتني حلقه الحمار اللي حضرتك كنت عاملها، بس اكلمك دلوقتي على ده. فرحت قاعد معاه بقى شويه وقلت له انا دلوقتي عايز اعرف انت عايش ازاي؟ قال لي انا قلبي هنا حته حديده، قلبي. قلت له يا عم حديدة ايه اللي بتنام مني انت هتموتني عشان خاطر يكمل؟ قال لي انا قلبي جريء، انا طول عمري نوره عليا. وطبقة صوته طلعت في حته عاليه وحته واطيه، ما حدش بيتكلم كده على فكره، يعني نادر اي حد يتكلم ليه طبقتين، لكن اللي يبقى له 17 طبقه ما فيش. قال لي انا بقى حضرتك قلبي ده يعني زي ما بقول لحضرتك حديد، ما حدش كده خالص. قلت له يا عم كمل ام الليله السوداء.
اديني جمله كملها. مش فاهم حاجه. قال لي انا باجي داخل كده على حتت غريبه ما بيهمنيش، يقولوا لي هنا في ضرب نار، يقولوا العفاريت، يقولوا شو، ماليش دعوه انا اخش انا. فجيت رحت داخل، وانا داخل كده قلت له نمت تاني وانت داخل يا عم عشان خاطري بقى خلاص عايز اعرف. قال لي دخلت الدنيا ليل مطره، الشجر كله كده واخد بال حضرتك، واي حد يطلع يجري يعني. وفجاه بحط رجلي في حته كده لقيت حاجه سخنه. قلت له في المطره دي لقيت حاجه سخنه؟ قال لي ايوه، بس انا بقول لك قلبي ده حديد. قلت له طيب. قال لي رحت موطي وشديت السخنه دي وبشمها لقيتها كباب. قلت له كباب في الحته دي؟ قال لي ايوه. ومسكتها وشلت الورقه كده وحطيتها على بقي وبعضها كده، لقيت حد بيقول لي اي بتعضني في ودي، طلع عفريت. عفريت يا راجل وانا قلب حديد، ما خفتش واغمى عليا. اترمى يعني اتخض برضه. لكن شوف الموتيفات اللي عمال يعملها، وشوف درجات الاصوات، وشوف اللي ممكن يبقى بكلمك يروح نايم منك. البوظه مدرمغاه. الحمار كانت دماغه بتضرب في الحيطه، ما هو سكر الحمار. وكل يوم بيجيبه في المحل ده يشربه اجبار، يعني الحمار ارتبط بيه بقى ما قدرش. بيشربه. بس انت بتاخد الاداء الكوميدي في الصوت وفي صناعه الاصوات وفي الحاجات دي من طبعا. والدكتور اللي وصفه لك سمير غانم كمان، ده يوم بقى ده سمير غانم صديقي الحبيب وجورج سيدهم الله يرحمه بقى، انا بعمل معاهم مسرحيه اسمها اهلا يا دكتور كويس. فانا شغال قلت لسمير وجورج، قلت لهم يا جماعه انا حاسس ان خدي ده عامل كده. فسمير قال لي ليه؟ قلت له درس حاسس ان في حاجه. قال لي ما فيش حاجه، انت بتتوهم، خدك ده زي ده ما فيش حاجه، كمل شغلك وما تقلقش من الناس، في ايه؟ انت بتقدم حاجه لطيفه والناس بتحبك، نفترض خدك ده وانا عندها هيقولوا مش عايزين خده ده؟ اشتغل 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 اشتغل. هقول لك على حاجه، روح لدكتور في وسط البلد، وراح وصف لي دكتور وعمارة فخمة واسمه كذا بس مش هقول اسمه، تروح له بس. رحت عامل اللي هو قال لي عليه ورحت رايح له. بنام. عارف حضرتك البوابات اللي مشغولة دي، البيوت القديمة الكلاس قوي. لقيت حد فتح الباب، هو بس مطلوب ان انا اوصفه، احتمال كان ناوي يطول بس هو قد كده، شعره سايبه واقع على ودانه لغايه هنا. ولابس البلطو وماشي ماشيه غريبه جدا، هي مشيته كده كانه مربي قطه في رجله، بكحت كده كحت. فقال لي اتدور عشان يدخلني، وقال وهو جوه قال اتفضل. فبصيت كده عشان اشوف مين الست اللي بتقول لي اتفضل، ما لقيتش حد. هو بقى كمل معايا قال لي تعالى. قلت ده هو، وطبقة صوت عامله كده ليه؟ يلا على بركه الله. وراح مدخلني اوضه الكشف، قلت الحمد لله. قال لي ده سمير حبيبي دمه خفيف وانت سكر يا هيمه، والله انت انسان جميل، الله على الفن والفن، تحب تسمع مزيكا خفيفة؟ فجأة قلت له تحت أمرك. راح ماشي لشباك وراح جايب اسطوانة مضروب فيها الشمس فمقوصة، وراح حاططها وحط الإبرة بيشغلها لي عشان أسمع مزيكا خفيفة. سمعت حاجة الآتي والله، حد بيقتل حد على الاسطوانة. اهو عليك الاغنيه كده، واحده بتقول اهون عليك حد بيقتلك،
دي الاغنيه خلاص. قلت له ده حاجه جميله جدا. قال لي انت بتحب الحاجات القديمه؟ اه بص بقى اوريك حاجه انا بحبها قوي. قلت له اكبر. مفيش كشف لغايه دلوقتي حضرتك، انا قاعد اهو وصدغي وارم وانا عايز اشوف ايه الموضوع. الصدغي ده ده دكتور حقيقي فعلا؟ ده حقيقي. ده حقيقي، شخصيه حقيقيه ودكتور عظيم، دكتور عبقري. بس شوف الحياه اللي هو عايش فيها. وراح جايب تمثال كده اقرع، هو اصلع شويه وحبه الشعر دول، وراح ضربه على دماغه. فراح التمثال راح هو قال قعدت انا عايز انطب في ايه يا عم ده جوايا بس. بعلل له حاله سعادتي يعني، اقول له معاه. فراح قال لي قلت له طيب بس خلاص عايز ايه بقى الم... قال لي انا كل بقى ما اضربه كده ويضحك انا اضحك. يا سلام هي كده. قلت له طيب يا دكتور على خيرة الله، انا سعيد جدا باللقاء. قال لي انا زعلان. قلت له ليه؟ قال لي انا زعلان والله. قلت له ايه يعني في ايه؟ قال لي بنتي. قلت له ايوه مالها؟ قال لي ودانها عامله كده. قلت له الله خلقت ربنا. قال لي هي بتعترض، بتقول خطيبي مش عايز يشوف وداني دي وعايز اصلحها. قلت لها لا بلاش يا بنتي. دخلت عليا يوم ملفوفه شاش. عملت ايه؟ حادثه واترميت. فقت على انها عملت عمليه ودانها. تخيل حضرتك بتعاندني، بنتي بتعاندني. قلت له معلش معلش ما تزعلش. والتمثال قدامه قلت له راح عامل وقال ونسي بنته. قلت له طيب الى لقاء اخر باذن الله. ورحت قايم ماشي. قال طيب نلتقي مره ثانيه. انت عملت ايه طيب؟ جلدتني قاعده واسطوانه اهون والجو ده. ايه ده؟ ده هديه من سمير غانم. طبعا طبعا. انا لسه ما عملتوش، انا هعمله في حاجه لازم مستحيل اسيبه. لكن في زينة